مجددا تبتهج القدس والبلد القديمة وكنيسة القيامة بحجاجها بمناسبة عيد الفصح خلال الأسبوع الماضي، واستكمالا إلى يوم الأحد القادم بمختلف أيامه ومناسباته. كل عام والجميع بألف خير مرة أخرى، ونستضيف اليوم السيد باسم سعيد مدير عام جمعية تطوير حارة النصارى. صباح الخير وكل عام وأنت بخير، وقام المسيح سيد باسم. حقا قام. صباح الخير وكل عام وانت بخير استاذ باسم. بخير صحة وسلامة. أهلا وسهلا. هناك محاولات دائمة من قبل جمعيتكم أو جمعيات أخرى تحاول توسيع الاحتفالات، تحاول بث البهجة والحياة والعيد في داخل أسواق البلدة القديمة وأسوار البلدة القديمة، إلى أي مدى بهذا العام استطعتم أن تحققوا هذا الهدف؟ وخاصة شفنا بعض الحجاج من الدول العربية المجاورة ومن مصر تحديدا. نعم الأخبار. الحمد لله احنا بننظر للموضوع هو تثبيت للمكانة الفلسطينية المسيحية في القدس، وعدم إعطاء المجال أو تقديم القدس على طبق من فضة للإسرائيلي انه هو يعتقد انه هو صاحب القدس، ولا هو بده يعرف انه في مسلمين ومسيحيين كمان هن اصحاب القدس، ومن خلال النشاطات اللي بنقوم فيها ان كان بالاعياد او بالمناسبات الاجتماعيه او برمضان. احنا عندنا كمان برنامج بنقوم فيه صار على مدار 5 سنوات، نسوي إفطار جماعي كبير مشترك مسيحيين ومسلمين متبادل. نعم نعم ومتبادل. نعم. فعلا. وكان قبل فترة بسيطة هون في الأقواس السبعة كمان. نعم. احنا كنا مدعوين من إخوتنا وشركائنا في الوطن طبعا، والحمد لله منتابع أمور الأطفال الأيتام الأرامل، منورجيهم بالعيد انه هن مش لحالهم، هن في جزء كبير من الناس كمان بتوقف معهم وبتساعدهم. نعم. والحمد لله الامور ماشيه كويسه ان شاء الله. استاذ باسم، هذا الحكي معروف، التآخي والتلاحم بين مسلمين ومسيحيين خاصه هون. نعم. في القدس معروف بين جمعيتكم بين مؤسسات مقدسيه اخرى مثل جمعيه شبان بلد القديمه. صح. واللي بيقوموا بالاحتفال سويه سواء باعياد ومناسبات المسلمين او باعياد مناسبات المسيحيين. صح. خلال عيد الفصح ويوم القيامه والعيد هذا طبعا في كثير من الفعاليات والنشاطات، منهم عمل كعك ومعمول وبيض ملون، هينا شايفينه قدامنا. ما بعرفش اذا طالع على الكاميرا، بعرفش حاطين لنا اياه منظر ولا لا كله طازه وزاكي. وفي نشاطات اخرى في نشاطات اخرى بدنا نشوفها بالتقرير التالي اللي برصد اخر النشاطات والفعاليات المتعلقه بعيد الفصح وخاصه الاحد الشعنين. احد الشعنين. نعم. منذ ساعات الصباح وعلى مدار النهار أقيمت قداديس دينية في كنيسة القيامة في القدس المحتلة لمناسبة عيد أحد الشعانين، وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح، أي الأسبوع الذي يسبق أسبوع الألام وذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس. فعجت الكنيسة بألاف الحجاج الأجانب والعرب والفلسطينيين. الفرحة لا توصف بمجيئي هنا الأماكن المقدسة اللي مشاها السيد المسيح والعائلة المقدسة جميعا، وده طبعا شيء كنت بحلم به يعني فترة عمري كله الأيام الماضية، أنا وغير وكل المصريين يعني الأقباط يتمنوا هذا اللحظة والمجيء إلى هذا المكان المقدس. من الصعيد وجاي، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين، وإحنا في القدس. صار لي عايش بالسويد أنا بستوكهولم في حوالي 22-23 سنة، وكل سنة بنيجي بنشتاق لهالأعياد لأنه هنيك الحياة هنيك مش زي هون، هون الواحد بحس بالعيد بحس بالاحتفالات. الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي احتفلت بعيد أحد الشعانين اليوم، فتلحظ أعساف النخيل المزينة وأغصان الزيتون مع الكبار والصغار، دلالة على استقبال أهالي القدس للمسيح عليه السلام بالسعف التي ترمز للنصر وقت دخوله المدينة منتصرا. فمن مدينة جبل الزيتون دخل الرب يسوع المسيح قبل 2000 سنة مع التلاميذ والرسل يسبحون ويقولون أوشعنا أوشعنا لبلد داويد، يعني
شعانين شعانين خلاص المخلص للرب يسوع المسيح الفادي الداخل إلى الرب أورشليم. فدخل الرب يسوع المسيح إلى مدينة القدس حتى يحضر أسبوع الفصح، حتى يحضر أسبوع الآلام، أنه هو كان عارف أنه رح يجي يتألم ويصلب حتى يخلصنا من الخطيئة. قوات الاحتلال وشرطته المنتشرة أحكمت طوقها على كنيسة القيامة ومحيطها، وحرمت مجموعات حجاج من الوصول للكنيسة، كما حرم آلاف المسيحيين الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة من الوصول للقدس، فانحصرت الصلوات على رجال الدين وبعض أبناء الطوائف والسياح، كما ظهر في الدورة حول القبر المقدس حيث دفن السيد المسيح حسب العقيدة المسيحية. السنة هاي زي كل سنة، بس إنه في تضييقات أكتر، مثلا زي اليوم أحد الشعانين عمر ما تسكرت حوالين الكنيسة القيامة، فالوقت الحالي مش عارفين ليش هالتسكير اللي صار، يعني فجأة ما لقينا إلا الناس حرام كلها موجودة خارج الكنيسة وحاطين حواجز وفيش مجال الواحد يمرق ولا يدخل ولا يطلع، وخلوا يلف اللفة، ولو لف اللفة كمان دور برضه رح يرجعوه. فرق كشافة خرجت ابتهاجا واحتفالا بالأعياد المجيدة، وأعلام زينت أزقة البلدة القديمة وخاصة حارة النصارى لتكون المشهد الاحتفالي خارج كنيسة القيامة التي تعتبر من أقدس الكنائس المسيحية والأكثر أهمية في العالم المسيحي. مظاهر احتفالية بأعياد لا تخص المسيحيين فقط، فهؤلاء الحجاج هم ضيوف وأهل القدس الفلسطينية، فضيحة الروايات التهويدية بإرثها المقدس. من كنيسة القيامة في القدس المحتلة، كريستين رناوي، تلفزيون فلسطين. شكرا كريستين على هذا التقرير الجميل، واللي اعطتنا صوره كامله عن احد الشعانين والاحتفالات بعيد الفصح المجيد. سيد باسم، تحدثوا عدد من الزوار كنيسه القيامه عن مضايقات الاحتلال وعدم منحهم تصاريح لزياره كنيسه القيامه والحج والابتهاج بعيد الفصح. ما هي المضايقات اللي صارت خلال هذا العيد كالعاده من قبل سلطات الاحتلال، واهمها وابرز سماتها؟ شوف المضايقات انه بيحطوا حواجز بالشارع، حاجزين وحاجز بكل شارع. نعم. على مداخل كنيسة القيامة بيحطوا كمان حواجز وشرطة بتمنع الناس اللي جايين، الحجاج اللي جايين من برا، والله أعلم بوضعهم المالي كمان اللي بيحطوا كل المصاريف وما بيقدروش يدخلوا على كنيسة القيامة. نعم. تحضر يعني بتصير يعني انهم بيقدروش حتى يوصلوا الكنيسة. وفي ناس يعني انا اخوي اجى من الكويت السنة الماضية. نعم. وما قدرتش اخده على كنيسة القيامة، وقعدنا على التلفزيون حي مباشر مش عارف في أي محطة، وحضرنا الصلاة والقداس ولا ده كله على التلفزيون. وفي هيك كتير ناس، يعني انا شفت مناظر مؤلمة كتير، احدى الزائرات المسنة بتصور يمكن بالثمانينات يكون عمرها، وهي بتقبل ايد الجندي اللي على الحاجز مشان يمرقها ويدخلها، واللي يبكوا ضربوا على راسهم وما عطوا شعرهم، يعني مناظر محزنة ومؤسفة انه بتحصل بالعالم. يعني سواء هذا الحواجز او هاي المضايقات هي بتكون تتركز في مناطق مختلفه حول القدس، في التحديد داخل البلده القديمه، داخل حوالين كنيسه القديمه، حوالين كنيسه القديمه والابواب. نعم. خارج زي باب العمود زي باب الجديد، حتى يبعدوا الناس ويقللوا من بهجه العيد وما يقدروش حتى يوصلوا لكنيسه القيامه زي ما بصير في جميع الاعياد سواء المسيحيه او الاسلاميه. بالضبط. طبعا هو بده يقول لك نحن هنا. نعم. نحن اصحاب الارض، نحن اصحاب القرار، نحن نحن نحن, نحن. بحاولوا هن في عدة مرات انه يطلبوا يحاولوا يجتمعوا معنا اللي نساعدهم واللي نسوي، قالوا احنا بنقدر ناخذ على عاتقنا احنا التنظيم الداخلي لكل الموضوع هذا، بعد موجود بوليس اسرائيلي، يعني ما لهش ضروره ولا له اهميه، هن بخلقوا لانفسهم اهميه ما لهاش ضروره ولا لها لزوم يعني.
استاذ باسم، احنا بنعرف انه هاي المضايقات هي على جميع شعبنا بمسلميه ومسيحيه عند الابواب، وخاصه وهم متوجهين الى اداء سواء صلاه الجمعه او صلاه وصلاه القداس في الكنيسه. بس لو نضل شوي عند الجانب المشرق، او حتى بس نعرف نذكر والعيد ونعرف نذكر المشاهدين بالضبط شو هو عيد الفصح اللي بنعرف هو اسبوع كامل، طبعا بدا باحد شعنين. الامس كان خميس الاسرار، اليوم جمعه العظيمه، غدا سبت النور. حابين لو تطلعنا على كمان تفاصيل فيما يتعلق بهذا العيد. طيب شوف، هو زي ما تفضلت بيبدا في الشعنين، عيد الشعنين. عيد الشعنين هو ذكرى دخول سيدنا يسوع المسيح الى القدس، واستقبل باستقبال حافل، والناس شلحت العبي وفردتها على الارض، وهو راكب بعيد عنكم على الحمار او الجحش بالاحرى، هو مش حمار، ودخل الى القدس. ولما اجى هون ولقى الناس هون قاعده في الهيكل في المكان المقدس للعباده، ولقى هون عاملين تجاره وعاملين سوق، زي ما نقول سوق تجاري، بازار. نعم. واجى هو وطبعا طحاهم من المحل، وفتح الاقفاص للغنم وللجاج وطايروا، وصار كل واحد يلحق بسطته ويلحق اغراضه لنظفها. طبعا بالفتره هذا الاسبوع هذا هو احنا بنسميه اسبوع الالام، لانه هو الاسبوع اللي تعذب فيه والقي القبض عليه طبعا من قبل اليهود. احنا بمعتقداتنا هيك احنا بنآمن، هيك درسته انا عمري 5 سنين. نعم. اليهود هم اللي صلبوا المسيح، ولا في اي شيء بنقدر نبعده عن هذا. بخلال هذا الاسبوع بيجي مثلا يوم الاربعاء طقوس دينية، انه البركة للزيت. نعم. بصير بركة الزيت اللي بينضوى منه الأناديل، واللي بيكون على مدار كل السنة، وبس يستعمل بسبط النور كمان للإضاءة. بجينا الخميس مثلا، خميس الأسرار، وهو غسل الأرجل. نعم. هو اللي بيعطي انطباع للناس انه هذا الجلال الكبير المعظم هو بتواضع وبنزل وبغسل إجرين تلاميذه، عشان ما خلي إنه والله الملوك والرؤساء والكذا اللي إحنا شايفينهم اليوم كل واحد قاعد مترتح في الكرسي تبعه. بالعكس. فبيجيك زي يوم الجمعة اللي هو الجمعة العظيمة، الجمعة الحزينة، إذا بنلاحظ بنسمع الأجراس هذه، جرس الحزن هذا. هلأ بتطلع مسيرة من الجسمانية وبتنطلق في ضرب الصليب في طرق البلد القديمة لكنيسة القيامة. وطبعا بكرة واللي بيكون سبت النور. نعم. هو ذكرى القيامة، سبت النور اللي تضيء فيها الشروق، بعد ما هو طبعا يصلب ويموت وبيقوم في اليوم التالي يصعد إلى السماء. نعم. ويصعد إلى السماء. نعم. هذه بتعطينا. ويوم الأحد هو العيد، هو يوم العيد الرسمي. نعم. الرسمي بصير بعد الساعة 12 بالليل. نعم. في قداس صلاة بتصير هاي بالليل، وبقولوا المسيح قام، حقا قام. وستكون طبعا هنا صلاة قداس في كنيسة القيامة. نعم. هل ستكون هناك صلاة قداس في الكنيسة؟ معلوم معلوم معلوم. بطلع النور والبهجة والزفات، والشباب بتوج وخد يوميت، يعني بكرة بكون يوم حافل. نعم. في كل أرجاء البلد القديمة. سيد باسم، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم العيد إن شاء الله على الجميع، ويكون في حرية أكثر والناس تقدر تيجي أكثر كل سنة. نعم إن شاء الله. سيد في إشي أنا حابب أضيفه، في مغزى ومعنى للكعك. للكعك. نعم. الكعك إذا بتلاحظي هادي الكعكة، هادي عبارة عن إكليل الشوك. نعم. اللي لبسوه اليهود على رأس، على رأس. قالوا له أنت الملك وأنت كذا كذا، هوب نحط لك كنوع من السخرية. نعم. معلومة جميلة. ولما عطش وطلب مية قدموا له على إسفنجة بعصاي خل، حطوا له شوف العطشان. نعم. وكذا تيجي تحط بل يسقيه خل. نعم. في العادي اللي هي المعمولة عبارة عن الإسفنجة اللي غطست في الخل، والكعكة هي عبارة عن إكليل الشوك اللي نحط على رأسه. والبيضة
البيضة كمان إلها هذه اجتهادات الناس يعني وليك مش أمور دينية. البيضة عبارة عن الحياة، الحياة اللي بتطلع من الصوص بيجي البيضة وبيطلع الصوص من البيضة. صحيح، معلومات جميلة ومفيدة أيضا أعتقد سيد باسم السعيد رئيس جمعية تطوير حارة النصارى. شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير. وكل عام بخير. وجميع مشاهدينا بألف خير. نعود ونواصل بعد لحظات. الله يعطينا العافية. كل سنة وأنتم سالمين.